السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تحية لكم كاملين وتبارك الله عليكم. أنا اليوم جيناكم عايزين بواحد طريقة التوصيل ديال جهاز اكس ام 18 دي. كاين جهاز آخر اكس ام 18 العادي اللي كنا شرحناه في القناة ديالنا، وهذا عاوتاني طريقة التوصيل ديالو إن شاء الله تعالى. ومن بعد غادي نديرو عاوتاني الطريقة ديال الضبط الإعدادات ديالو، إن شاء الله غتلقاوها في القناة ديالنا، اللي غتلقاو الرابط ديالها إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع هذا النيت. فالطريقة جد بسيطة جدا. بعد هذا الجهاز تتميز بهذه المفاتيح هذه اللي ما كايناش في أجهزة أخرى، بحال الإكس إم 18 زد إل إلى آخره، هذا ما فيهمش إلا هذا الإكس إم 18 دي، وكاين أجهزة أخرى بحالو نيت هي اللي فيها هذه المفاتيح هذه. المهم بمختصر المفيد كي تيقولوا، طريقة التوصيل سهلة جدا. هنا عندنا ال ان، ال ان هي طريقة توصيل الكهرباء، يعني التيار ديال 220 فولت هنايا، ال ان 220 فولت توصل هنا. هنا هذه هاد الجوج هادو، هنا المشكل اللي كاين فيه هو ما فيهش الترقيم. المهم هاد الجوج هنا ال ان هما ديال التوصيل ديال الكهرباء 220 فولت، هاد الجوج مصدر ديال الحرارة الثانوي. تنحاول نزرب الاخوان باش ما نعطرش الفيديو بزاف. قلنا ان هاد الجوج هادو عاود هادو ديال مصدر الحراره الثانوي، يعني ما غاديش نحتاجهم الا الا كانت فقاسه كبيره، الا ما كملش، الا ما كانش مثلا كافي الحراره ما كانش كافيه، هادو تيخدموا تيكملوا الحراره اللي كانت اللي ناقصهم. هاد الجوج عاوتاني اللي تابعينهم السته، يعني جوج اربعه سته، هاد السته هادو هما مصدر الحراره الرئيسي. هادو بجوجهم تنديرو فيهم يا اما بولات اللي غادي يعطيو الحراره الفقاسه، ولا ريزيستونس وحده فيهم. المهم هادو هما مصدر الحراره الرئيسي. هادو كوم كوم جوج، هادو تيتميز بيه عاوتاني هاد الجهاز هذا، فيه جوج ديال المداخل ديال كوم كوم، ماشي بحال الاكس ام العاديه فيها غير كوم واحد. كوم كوم هو مدخل يعني مشترك ما بين الخيوط كاملين. هاد جوج راه نوريك واش غاديروا فيه. هادو هاد واحد هذا هي موديفيكاتور، تنلصقو هي موديفيكاتور عنده جوج ديال الخيوط، نوريكم هي موديفيكاتور عنده جوج ديال الخيوط. هذا هو الهي موديفيكاتور، هو هذا يعني الفواحه، الفواحه ما عليناش. عندها تيجي معها ترانسفورماتور، هاد الفواحة تخدم 12 فولت، فيها فيش. هنا بعض المرات يا اما نديرو بريز نلصقوه هنايا، داك البريز نديرو له الخيوط ديالو، واحد يكون في الكوم وواحد يكون في هنا، هوميديفيكاتور يعني هوميدي كونترول، واحد هنا وواحد هنا. هادي بالنسبة للهوميديفيكاتور ديال الرطوبة. هذا هاد الجوج هادو اللي هنايا، يعني هاد الجوج هما مكتوب فيهم تيغن ريت وتيغن ليفت. هادو اخوتي تيكونوا ديال الموتور، موتور المحرك ديال التقليب. تندير واحد في كوم عاوتاني، يعني كوم قلت لكم هذا خيط مشترك، تندير واحد هنا في كوم وجوج هنا، واحد هنا واحد هنا، دورنا على اليسار ودورنا على اليمين. المهم واحد هنا واحد هنا، والثالث نديروه في كوم. صافي، هذه هي هاد الاخرى، هاد الثالثه من هنايا من الجهه من اليمين، هذه ديال المروحه ديال الشفط، يعني اللي تحاول ترجع ملي ترجع شي يقول تخرج الهواء الزائد من الفقاسه. هنا هذه الا كانت فقاسه كبيره هذا ممكن نديرو هذه، اما انا غالبا ما تخدمش بها الا كانت فقاسه صغيره. هادو ديال الحساسات، حساسات ديال الرطوبه، حساس ديال الرطوبه ديال الحراره ديال الرطوبه. عنده ثلاثه ديال الالوان، ثلاثه ديال الاسلاك، ها هما اصفر واحمر وكحل. الاحمر تنديروه هنا في هذه زائد 5 فولت هنايا، الصفر تنديروه هنا في كاين الاش. هذا جي ان دي، هذا اشترك مشترك. علاش اشترك مشترك؟ قلنا احمر هنا، صفر هنايا، صفر في هذه البلاصه هذه في الاش، والكحل تنديروه هنا. لان الحساس ديال الحراره عنده حتى هو جوج، عنده سلك واحد عريان ها هو، وسلك واحد احمر مغطي. هذا العريان تنديروه في هذه جي ان دي، سلك مشترك مع ديال الكحل ديال الحساس ديال الرطوبه. العريان تنديروه هنا والحمر تنديروه هنايا، هذا هو ديال الحساس. اما بالنسبه لهاد بعض المداخل اللي كاينين هنا، هادو ديال المروحه، المروحه الرئيسيه تتكون هنا تخدم سونزاري، يعني بدون توقف تتكون هنا فان. المروحه هنايا تلصق هنا واحد هنا واحد هنا، انا بعض المرات ما تلصقهاش هنايا، تلصقها مباشره باش ما يا اما تلصقوها هنا، والا كانت في الاكس ام العادي تلصقوها في ال ان، تبقى خدامه يعني بدون توقف. انا ما تلصقهاش، ما تلصقها مع مصدر الحراره الرئيسي بحيث انها تطفى وتشعل مع مصدر الحراره. اللي انا الا خليناها خدامه يعني بدون توقف فغادي تشعل بالزربه، بصراحه غادي تشعل. انا غادي نخدموها، غادي تخدم مصدر الحراره ويطفى من غير 37.8 اللي هي الحراره اللي تنضبطوا عليها، وغادي غادي تبقى خدامه، هي غادي تبرد عاوتاني بسرعه. لما حنا لا تنخدم تلصقها هنا، يعني غادي تطفى مع الحراره مع المصدر ديال الحراره وتشعل معاه.
هادشي هذه الطريقه ديالي انا، وربما شي واحد ثاني عنده شي راي اخر. هادو هما ديال المروحه قلنا باش خدم بدون توقف، فان وحدنا وحدنا وتنتحكموا في هذه فان، تنتحكموا فيها هنا، ها هي مكتوبه فان، هذا هو المفتاح ديالها. تنتحكموا فيها هنا، بغينا نطفيوها، بغينا نشعلوها مثلا، بغينا نحلو، بغينا نحلو الباب ديالها، تنطفيوها من هنا، تنتحكموا فيها. المهم هنا هذا هاد جوج هادو ديال المصباح. الا كانت مثلا الفقاصه خدامه بالمصباح عادي يعني بريزيستونس بدون مصباح، تكون مظلمه خاصها تكون ديك الجاجه. هنا تنديروا هذا المصباح هذا هنايا وتلصقوه وتنبقاو نشعلو ونطفو الا بغينا نشوفو شنو كاين لداخل. الا كان الا ما كانش المصباح، اما الا كانوا خدام ريزيم مصدر حراره هو المصابيح فما تحتاجوهاش، راه كاين الضوء اصلا. وتنتحكموا في هذا المصباح هذا بهاد البطونه هذه حتى هي، بهذا المفتاح هذا احمر، وجهاز ديال التشغيل هذه هذا ديال التحكم، ها من تنشعلو من هنايا ونطفو من هنايا. وهذا ما كاين الاخوان، وتبارك الله عليكم. واللي بغى المزيد من الفيديوهات يدخل للقناة ديالنا ويتفرج ويشوف، راه كاين ما يتشاف ان شاء الله تعالى، وكاين الاستفاده باذن الله تعالى. وشكرا لكم وتبارك الله لكم. اسمحوا لي نزلت شويه، حاول زرت في الفيديو باش ما نطولوش بزاف وما نكثرش على الاخوان. المهم الاخوان، هذا هو الجهاز التحكم ديالنا، وتبارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.